أحداث ما بعد المصالحة. لما فرغ الحبيب صلى الله عليه وسلم من أمر المصالحة مع قريش بوساطة سهيل بن عمرو، وكان من بنود وثيقة الصلح أن يعود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة على أن يعتمروا من العام القابل. من هنا أمر صلى الله عليه وسلم الناس بالتحلل من الإحرام ليعودوا إلى المدينة، فكبر عليهم ذلك ولم يفعلوا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها حزينا قائلا: هلك الناس. فقالت له رضي الله عنها: يا رسول الله، انحر هديك وتحلل فسوف يفعلون ما تفعل. وكانت رضي الله عنها سديدة الرأي، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وتحلل من إحرامه، فما إن رآه أصحابه حتى فعلوا، فحلق بعض وقصر بعض، فقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. وفي الرابعة قال: والمقصرين. وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة مع أصحابه، وأثناء مسيره نزلت عليه صلى الله عليه وسلم سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد اشتملت على جل أحداث غزوة الحديبية مما تم فيها وما لحق بها من فتح خيبر وفوز المؤمنين بغنائمها والبشارة بعمرة القضاء وتمامها على الوجه الأكمل بعد عام واحد من تلك الأيام. وبذلك صدق الله رسوله رؤياه المبشرة له وللمؤمنين بدخولهم مكة آمنين غير خائفين. ومن آثار تلك المصالحة أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قد هاجرت إلى المدينة بعد عقد الهدنة بأيام، هاربة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فلحق أخواها عمارة والوليد يطالبان بها بموجب عقد الهدنة. ولما كانت نصوص الهدنة تتعلق بالرجال دون النساء، لأن النساء لا يحاربن، أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها إليهما. وأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا، وقوله تعالى من سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومن آثار المصالحة أيضا أن أبا بصير هرب من مكة، فبعثت قريش في طلبه رجلين، فطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم به فأعطاهما إياه على مضض بموجب بنود الاتفاقية، وقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصح لنا في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فانطلق إلى قومك. فقال: يا رسول الله، أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فقال: يا أبا بصير، انطلق إلى قومك، إلى قوله صلى الله عليه وسلم مخرجا. فانطلق أبو بصير مع الرجلين حتى نزلوا ذا الحليفة للاستراحة، فنظر أبو بصير إلى سيف المشرك وقال له: أتأذن لي أن أنظر إليه؟ قال: نعم. فأخذه واستله من قرابه ثم ضرب به المشرك فقتله، وهرب الثاني فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث. جاء أبو بصير متوشحا بالسيف وقال: يا رسول الله، وفت ذمتك وأدى الله عنك، أسلمتني بيد القوم وأدى الله عنك، وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه،
أو يبعث بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. ثم خرج أبو بصير فارا حتى أتى العيصى من ساحل البحر طريق قوافل قريش إلى الشام، وسمع به آخرون في مكة فهاجروا إليه، فكونوا بذلك جيشا مسلما، وأذاق قريشا الأمرين بأخذ قوافلهم وقتل رجالهم، فما كان منهم إلا أن كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون إليه ويسألونه بالرحم، إلا آواهم وردهم إليه. فآواهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وردهم إلى المدينة، وهذا من الفرج والمخرج الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير وأبا جندل قبله، فكان والحمد لله. مكاتبة الرسول صلى الله عليه وسلم الملوك والرؤساء. في هذه السنة السادسة من الهجرة وبعد عقد الصلح مع قريش، كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام الدين الحق الذي أرسل به لهداية الناس، كل الناس أبيضهم وأصفرهم، إلى ما يكملهم عقولا وأخلاقا ويسعدهم أجساما وأرواحا في الحياتين الدنيا والآخرة. فبعث صلى الله عليه وسلم الرسل تحمل كتبه القيمة الكريمة إلى كل من كسرى ملك الفرس، وقيصر ملك الروم، والنجاشي ملك الحبشة، والمقوقس ملك مصر، وأرسل شجاع بن وهب إلى الحارث الغساني، وأرسل ابن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي، وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى أخي عبد القيس. ومن نماذج كتبه صلى الله عليه وسلم كتابه إلى كسرى، حيث كتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. وختم بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ كسرى غضب وقال هجرا ومزق الكتاب. فلما وصل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه بأن يمزق الله ملكه، واستجاب الله تعالى دعاء نبيه ومزق ملكه. ومن ذلك أيضا كتابه صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، حيث كتب صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكان من أهم أحداث تلك السنة غزوة خيبر وغزوة وادي القرى، وهو ما سنورد الحديث عنه مفصلا في باب الغزوات والفتوح. لقد تمت أمور ذات بال، والحبيب صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة من غزوة خيبر ووادي القرى، ومن تلك الأمور الهامة ذات البال والشأن ما يلي: بناء النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي رضي الله عنها،
وكانت أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك هي التي أصلحتها وجملتها له صلى الله عليه وسلم، وبات في قبة له، وبات أبو أيوب الأنصاري يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا سيفه. نام صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بالطريق، وقال: من رجل يحفظ عنا الفجر لعلنا ننام؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله أحفظ عليك. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام الناس، وقام بلال يصلي، فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه، فغلبته عينه فنام، فلم يوقظهم إلا مس الشمس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول أصحابه هب من نومه، فقال: ماذا صنعت بنا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. قال: صدقت. ثم اقتاد رسول الله بعيره غير كثير، ثم أناخ فتوضأ وتوضأ الناس، ثم أمر بلالا فأذن، وصلوا سنة الفجر، ثم أقام بلال الصلاة فصلوا صلاة الصبح، ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموها، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. احتال ونجح. ذلك هو الحجاج بن علاط السلمي، فقد كان من ذوي المال واليسار في مكة، وأسلم في خيبر ولم يعلم المشركون بإسلامه، فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة قبل وصول الخبر إليها بفتح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخيبر، فأذن له، واستأذنه أن يقول ما يقول فأذن له. وكان أهل مكة يتطلعون إلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم يرغب في هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتل هو وأصحابه. فخرج الحجاج يريد مكة، واستحث الخطى وأغذ السير، فوصل مكة فأشاع أن محمدا قد انهزم، وأن اليهود قد عزموا على أن يأتوا به إلى مكة ليقتل بها، فطار المشركون بالفرح، وحزن العباس وآلمه الخبر. فاتصل بالحجاج سرا فأطلعه أنه إنما أراد بهذا أن يجمع أمواله ويخرج بها، لأن قريشا لو علمت بإسلامه لما سمحت له بإخراج درهم واحد، وجمع أمواله وقال إنه يريد أن يأتي خيبرا ليشتري من فيء محمد وأصحابه قبل أن يسبق التجار إلى ذلك. وعند انصرافه من مكة قال للعباس: إذا مضى علي 3 فأعلن الحقيقة، وهي انتصار محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على اليهود، وفتح خيبر بكل ما فيها. وفعلا وفي اليوم الثالث لبس العباس حلة وتخلق، أي تطيب، وأخذ عصا، ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها، فلما رأوه قالوا: يا أبا الفضل، هذا والله التجلد لحر المصيبة. قال: كلا والله الذي حلفتم به، لقد فتح محمد خيبرا، وبات عروسا على بنت ملكهم، وأحرز أموالهم وما فيها، وأصبحت له ولأصحابه. قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم بما جاءكم به، ولقد دخل عليكم مسلما فأخذ ماله وانطلق ليلحق بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيكون معه. قالوا: انفلت عدو الله. ولم يلبثوا كثيرا حتى جاءهم الخبر بذلك. بعد أن عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظافرا منتصرا في أواخر ربيع الثاني، أخذ يبعث السرايا سرية بعد أخرى لإبلاغ دعوة الله وتفتيت قوى الشر والضرب على أيدي الظالمين. فكانت أول سرية بعثها سرية أبي بكر الصديق، فقد بعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق ومعه سلمة بن الأكوع إلى نجد حيث بنوا فزارة، فأسروا من العدو ما شاء الله تعالى، ووقع في الأسر جارية حسناء كانت في سهم سلمة، فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وفاد بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة موثقين. ثم بعث صلى الله عليه وسلم سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ بعث به صلى الله عليه وسلم في 30 رجلا إلى تربة من أرض هوازن، وكان دليله من بني هلال، فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار، فبلغوا هوازن فهربوا، ووصلت السرية إلى ديارهم فلم يلقوا منهم أحدا، فانصرفوا راجعين المدينة ولم يلقوا كيدا. ثم كانت سرية بشير بن سعد الأنصاري، إذ بعث به صلى الله عليه وسلم في 30 رجلا إلى بني مرة، فاستاقوا نعمهم فقاتلوهم، فقتلوا عامة أفراد السرية، وصبر بشير يقاتل وحده قتال الأبطال حتى جاء جن الظلام، فلجأ إلى فدك وحده، فبات عند يهودي من أهلها، ثم كر عائدا إلى المدينة، وما شاء الله كان، ولا قوة إلا بالله. ثم كانت سرية غالب الكلبي، وسرية بشير بن سعد الأنصاري، وسرية عبد الله بن رواحة، وتتوالى الأحداث، ويفعل الله ما يشاء. عمرة القضاء. إنه بموجب صلح الحديبية الذي تم في السنة الفارطة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه رضوان الله عليهم، بعد أن استعمل على المدينة عويف بن الأضبط، وكان عدد المسلمين 2000 ما عدا النساء والصبيان، ومن بين أفراد هذا العدد من صد عن العمرة في السنة الماضية، وذلك في شهر ذي القعدة من سنة 7، بناء على بنود الاتفاقية القاضية بأن يرجع صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية فلا يدخلون مكة ولا يعتمرون، على أن يعودوا في السنة القابلة، فتخلى لهم مكة 3 أيام يعتمرون ثم يعودون لا يمسهم سوء، وتسمى هذه العمرة عمرة القضاء أو القضية أو عمرة الصلح أيضا. ولما قارب الرسول صلى الله عليه وسلم دخول مكة، أخلت قريش له مكة، فلزموا بيوتهم وأنديتهم، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا ناقته، وخطامها بيد عبد الله بن رواحة، وهو ينشد ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله. وتحدث المشركون فيما بينهم وقالوا: إن محمدا وأصحابه في جهد ومشقة وشدة، وزين لهم الشيطان ذلك في نفوسهم حتى هموا بالانقضاض عليهم، وعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل صلى الله عليه وسلم الطبع والطبع أصحابه، وقال لهم: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. ثم استلموا الركن وهرولوا في الطواف 3 أشواط، فرأت قريش بأم عينيها مظاهر القوة، فذهب وسواسها من نفسها، وبقي الاطباع والهرولة سنة ترمز إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون دائما، وهو القوة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث. أثناء إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة، تزوج ميمونة بنت الحارث، أخت أم الفضل التي تحت العباس رضي الله عنه، وقد وكلت زوج أختها العباس فتولى عقد نكاحها، وأصبحت ميمونة أم المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. وفي اليوم الثالث بعثت قريش رجلها حويطب بن عبد العزى، ومعه نفر يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج بنهاية الثالث تنفيذا للاتفاقية، فقالوا له: إذا انقضى أجلك فاخرج عنا. لما أبلغ حويطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قريش بالخروج، قال لهم: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم، وصنعنا لكم طعاما
فحضرتموه، فقالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. فخرج صلى الله عليه وسلم وترك أبا رافع مولاه لأجل ميمونة، فإذا فرغ من جهازها أتاه بها وهو في سرف فبنى بها هناك، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة في أول الحجة، وتولى الحج هذا العام المشركون، ونزل في عمرة القضاء قرآن هو قول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ومصداق ذلك فيما يلي: فتح خيبر وهو فتح قريب، والفتح البعيد هو فتح مكة في العام القابل سنة 8 من الهجرة، لأن كلمة فتحا قريبا تشير إلى فتح بعيد يأتي بعد القريب. دخولهم مكة في عمرة القضاء آمنين غير خائفين. بعد الفراغ من طوافهم وسعيهم، منهم من حلق ومنهم من قصر، فكان هذا تأويل رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم التي رآها قبل الحديبية.